طيب هنبدا اخبارنا المحليه من الجبلايه. وكشف ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم تفاصيل اعلان اتحاد الكره الاتحاد الافريقي عفوا لكره القدم عن تقدم مصر بطلب رسمي في الفتره المقبله من اجل استضافه بطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتكون 2027. وقال الكومي انه هيتم تقديم الملف الكام والملفات الخاصه باستضافه مصر لامم افريقيا 2027 يوم 20 مايو اللي جاي. 20 مايو يتم تقديم الملف ده، ومن ثم هيتم استقبال لجنة الفحص من الاتحاد الافريقي في شهر يونيو القادم. وقال كمان الكومي وشدد ان مصر قادرة على تنظيم اكبر البطولات العالمية، حيث تمتلك يعني بنية تحتية على اعلى مستوى من حيث الانشاءات او حتى القائمة او الانشاءات الجديدة، وابرز طبعا القرية الاولمبية الجديدة. وتلقى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف طلب من 6 دول حتى الان لاستضافة هذه البطولة كأس الأمم الإفريقية 2027. ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي بيان رسمي إن كل من الجزائر وبتسوانا ومصر دول تقدموا رسمياً كل طبعاً دولة لوحدها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2027، وكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا ملف مشترك يكونوا مع بعض لتنظيم هذه البطولة. ده طبعاً الست دول اللي تقدموا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2027. 20